السلام عليكم، كي داير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، كل شيء بامان الله وحفظه. واول حاجه بغيت نقول هي مبروك عيدكم ان شاء الله، تعيدوا بالصحه والسلامه ان شاء الله، وباش ما تمنيتوا وتقبل الله جميع اعمالنا الصالحه ان شاء الله. اذا اليوم اش غادي نديروا؟ غنديروا واحد الحلوه بالكوك بهذا الشكل. اذا غادي نشوفوا المقادير. اذا بالنسبه للمقادير خاصنا 186 غرام ديال الدقيق، خاصنا جوج ديال البيضات، خاصنا 230 غرام ديال السكر ديال السنيده، خاصنا 250 مليلتر ديال الحليب، هنا خاصنا 100 غرام ديال الكوك، وخاصني واحد 125 غرام ديال الزبده المذوبه، وخاصني واحد الساشي ديال الخميره لا ليفيغ. اذا غادي نبداو على بركه الله. اذا غناخذوا هذا الاناء هذا اللي غادي نخلطوا فيه ان شاء الله جميع هاد المكونات ديالنا. غادي نشد البيض، غادي نضربو بعدا بالاول، غنزيد عليه السكر ديال السنيده، غادي نزيد عليه الكوك، المهم نتوما خلطوا كلشي كلشي معنا. غنزيد عليها الخميره، غادي نزيد عليه الزبده، نزيدو الحليب، ودابا غنزيدو عليه الدقيق. دابا ان شاء الله غادي نسخنوا الفران لدرجه حراره 180، وغادي نعمروا هادشي في القالب ديالنا. اذا هنا خديت هذه الملعقه وغنبداو نعمروا ان شاء الله، هذا ديال السيليكون، وغنبداو نعمروا اذا هو واجد. غادي ندخلو ان شاء الله في الفران لمده 20 حتى 25 دقيقه، وانا غنكملو هادشي اما ديرو هكا ولا درتو معنا دابا في كورطات. فوالا غندخلو الفران هذا، هما باقيين سخان، غنخليهم تيبردوا بين مخرجات اللاطا الثانيه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. شفتوا المقادير كيكونوا ساهلين، ما كيشدوش الوقت بزاف. كنقول لكم عيد مبارك سعيد، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.